الوقت قال له علاقة حميمة بالسلم، ألا وهو منتدى الاتصال الإسلامي في دولة الإمارات في دبي الحبيبة. أود هنا أن أقول ثلاث كلمات. أولا أشكر الذين دعوني لهذا المنتدى وأثمن جهود الإمارات التي تتمثل في ثلاث كلمات: تسعى للابتكار وللاستقرار وللازدهار. الاستقرار بدون سلم، ولهذا فقبل سنة كنا نعقد مؤتمرا في أبو ظبي يتحدث عن تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. الازدهار بدون اقتصاد، ولهذا فنحن هنا اليوم في هذا البيت لنتذاكر حول الاقتصاد الإسلامي. أعتقد أن قيادة هذا البلد واعية ببعدي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلولا الأمن ما كان استقرار وما كان ازدهار، ولولا أيضا الأمن من الجوع الذي يمثله الاقتصاد ما وجد استقرار أيضا. فثلاثي الاستقرار والازدهار والابتكار، يدعو العلماء لأن يقوموا بابتكارات. الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام، لكننا بحاجة إلى نظرات جديدة تتعلق بواقع العالم وتتعلق بواقع الحركة العالمية الشديدة التي أصبحت تسبق حتى التفكير. أذكر أنه بعد الأزمة العالمية الاقتصادية بدأ صناع القرار والمفكرون يلتفتون إلى الأخلاق إلى الدين. فوكيما وتعرفونه الكاتب المثير الجدل صاحب نظرية صراع الحضارات، كتب كتابا اسمه الثقة والقوة Confiance et Puissance. في كتابه الثقة والقوة قال إن الدين قد يكون مفيدا للقيم الاقتصادية وللسلوك الاقتصادي، بعد أن انتقد رجال الدين بأنه يجب أن لا يتدخلوا في تحديد الأسعار. كانت هناك لفتة خاصة إلى الدين الإسلامي، فنجد في صحيفتين فرنسيتين إحداهما تسمى لفينانس أي صحيفة الأموال، والأخرى تسمى شالانج أي التحدي، وإن كانت ليست من اللغة الفرنسية. تتحدثان عن الإسلام وعن القرآن باعتبار أن علينا أن نعود إلى القرآن وإلى الإسلام، لأنهم يشكون من بر ما ليس عندك. وهكذا فرضت فرنسا في وقت من الأوقات النظر إلى المبيعات، وبخاصة تلك التي تشكل الفقاعات التي تسجل العروض وتسلع النقود. وهذا داء كبير ليس لدي الوقت أن أتحدث عنه، سيتحدث عنه الإخوة. بدأ حديث عن الاقتصاد الإسلامي. حضرت ندوة في باريس بمحضر وزيرة الاقتصاد وهي الآن رئيسة صندوق النقد الدولي، وكانت متحمسة جدا للاقتصاد الإسلامي، ويبحثون عن المصطلحات وعن المعايير. طبعا نحن مدعوون هنا من علماء ومفكرين واقتصاديين إلى أن نفكر في شيئين. الشيء الأول
يتعلق بقيم الاقتصاد الإسلامي، ألا نبتعد في خضم العمليات عن القيم الأساسية، عن قيم التضامن، عن قيم الخير، عن قيم الاهتمام بالضعفاء والاهتمام بالطبقات المستهلكة. علينا ثانيا أن نهتم بتحديث الوسائل والأدوات ليكون اقتصادا منافسا وليس فقط اقتصادا مصرفيا يتعلق بوضع وسائل وأدوات، سامح يقول مفرقة ومنفقة أحيانا للوصول إلى أرباح سريعة من جيوب المتدينين الذين لا يريدون أن يتعاملوا بالربا. طبعا علينا أن نخلص العقود من الثلاثي النكد الذي هو الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، هكذا يقول القاضي عبد الوهاب في التقييم، وهكذا يقول القاضي أبو بكر العربي في كتابه القبس. هذا الثلاثي إذا نظرنا بعين فاحصة إلى العقود التي يتعامل بها العالم واستطعنا أن نتخلص أو أن نخفف من علوائها وعبئها، بالإمكان أن نقول إننا قدمنا شيئا جديدا للعالم وللأمة الإسلامية. هذا هو العمل الذي يعيدهم هنا في هذا البلد المبارك الذي أخذ هذه المبادرة وقام بهذا العمل، ليس فقط لتقدموا ولكن لتفكروا ولتفكروا حتى نقوم بعمل نافع ليتحقق الازدهار والاستقرار والابتكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.